طيب المحاضرة التانية أو السلايد التانية، الليكتشر التانية اللي هي البي دي اف التاني يعني، ممكن إيه؟ طبعا تعرف مثلا السكولز او المدارس او الناس اول ما فكرت في البدايه خالص قالت انا هكونايز ازاي، فعندك سيمبوليزم وفي كونكشنزم وبيهيفيوريزم، يعني دول ثلاث حاجات او ثلاث مدارس او ثلاث افكار اول ما حد فكر عايزين نخلي الكمبيوتر يفكر زينا، فكانت الايه الثلاث مدارس دي. اي هيستوري طبعا مش مهم يعني، ما ده مش حاجه منطقيه يعني. طيب انواع الاي اي سترونج وويك، المحاضرة دي بس ما فيش مشكلة خلاص، هي دي المحاضرة، أصل التانية هي اللي فيها حاجات كتير، دي المحاضرة دي. المحاضرة اللي بعد كده اللي انا مرتباهم كده، ما اعرفش ظهر عندكم ايه، بس عامة اللي بعد كده اللي هي الجريدينت ديسنت. لازم تعرف ايه هو الجريدينت ديسنت، اللي هو مثلا بقول لك از ان اوبتمايزيشن الجوريزم، مش عارف طبعا مش هيجي لك تعرفه من الاول لاخر السطر ده، مش موجود. ممكن يجي لك كام سي كيو اوبتمايزيشن الجوريزم مش عارف صدام، عشان خاطر نجيب البارامترز مين الجريدينت ديسنت، ممكن اقول لك لينير ريجريشن تقول لي لا ده جريدينت ديسنت كده يعني. لازم تعرف طبعا ايه هو الليرنينج ريت، هو عباره عن بارامتر انا بستخدمه علشان هو بيخليني امشي اسرع او امشي بطيء. طيب الليرنينج ريت فين ال اه ال ال عايزه بس الموتيشنز دي. تعرف ايه هو الليرنينج ريت؟ انتوا متخيلين بس الليرنينج ريت بس فور مور يعني، عشان بس حد الناس تبقى فاهمه. تخيل نفسك كده لو انت طالع عايز تطلع السلم خلاص، وانت طالع السلم كده، معرفش في حد معايا ولا في بارتيسيبنتس ولا لا. طيب لما انت مثلا طالع السلم وقلت لك مثلا عايزك توصل، هم 20 سلمه، وقلت لك مثلا عايزك توصل للسلمه رقم 20، بس انت لازم تطلع درجه درجه، الليرنينج ريت بتاعك درجه درجه، فهتعمل ايه؟ تمشي درجه 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 درجه، فالليرنينج ريت ماله؟ بطيء. فلما الليرنينج ريت بيكون صغير انت بتوصل للحاجه اكيد، بس بتوصل ايه؟ ببطء. تمام؟ لو حصل بقى وقلت لك انت على فكره في السلمه رقم 13 انت عندك 20 درجه، بس انا عايزاك توصل للسلمه رقم 13، بس عايزاك تنط كل مره خمس درجات، يعني تمشي اسرع مش درجه واحده بس، فهتمشي ايه؟ السلمه رقم واحد، بعدين مثلا رقم خمسه او تفضل طبعا او سته او كده، واحد بعدين خمسه بعدين 10 بعدين 15 بعدين 20، فانت ايه؟ الليرنينج ريت بتاعك عالي، عادي جدا هتوصل بسرعه، بس الفكره ان انت ايه؟ ممكن تسكيب اصلا الحاجه اللي انت عايزها. فاهمني؟ فهي دي معنى الليرنينج ريت، ايه اللي هيحصل لو الليرنينج ريت كبير كذا، ولو الليرنينج ريت قليل بيبقى كذا. تعرف ان في حاجه اسمها جلوبال مينيمم وحاجه اسمها لوكال مينيمم. لو انت مثلا عندك كيرف زي كده وعندك حاجه زي كده، النقطه دي يعتبر لوكال مينيمم، النقطه دي يعتبر جلوبال مينيمم، يعني هي اقل حاجه. لو انت مثلا ماشي في الالجوريزم بتاعك وعمال تقارن النقطه دي هي اللي بتقلل لي بتديني اقل ايرور ولا ايه، فممكن طبعا تيجي على النقطه دي تقول ان دي انا حاجه النقطه دي كويسه لانها ادتني ايه، يعتبر نقطه قليله بالنسبه لدي وبالنسبه لدي، فانت ممكن تقول ايه خلاص هي دي النقطه اللي هتبقى احسن حاجه. طبعا ده مش منطق، النقطه اللي انت وصلت لها هي احسن حاجه بس بالنسبه بس ايه كلوكال، او هي قليله صغيره بس بالنسبه للي حواليها، ولكنها ليست الايه الجلوبال مينيمم او اصغر حاجه في الفانكشن. مجرد تعريفين اللي معنى جلوبال ولوكال مينيمم. طيب ما فيش حاجه اسمها طبعا جريدنت ديسنت الجوريزم يتقال ان انت تكتبه لي سطر كده، ما فيش حاجه اسمها كده طبعا، ده لانه موجود في الكتب كلها. ده الجريدنت ديسنت خلاص، فنعرف ايه جريدنت ديسنت، يعني نعرف يعني ايه ليرنينج ريت، واللي يحصل لو ليرنينج ريت كبير او صغير، ويعني ايه جلوبال مينيموم ويعني ايه لوكال مينيموم. ده ايه؟ ما مش عم بشير. المحاضرة اللي بعدها هتبدأ بقى تخش في الحاجات اللي هي
ماشين ليرنينج تايبس وماشين ليرنينج بروسيس. انواع الماشين ليرنينج اللي هي سوبرفايز انسوبرفايز وسيمي سوبرفايز وريينفورسمنت. ماشين ليرنينج بروسيس اللي هي الفيجر ده. وانا عارفه انا بمشي بسرعه بس ان شاء الله هحاول ابطأ يعني ايه عشان تشوفوه. معلش ثواني. ده المشين ليرنينج بروسيس، ان انت تبقى عارف المفروض تعمل ايه. بتجمع داتا، بتعمل داتا كليننج، بتعمل فيشر اكستراكشن. دكتور حضرتك تقريبا عامله شير للسلايدز اللي بتاعت الجريدنت دي سين. انت مش عا... انتوا مش شايفين دي يعني؟ مش لا لسه الجريدنت دي سين. طيب دي كده خلاص تمام. تمام. طب هي دي قصدي تبقى عارف الماشين ليرنينج بروسيس. ده جراف مهم جدا يعني، بص يعني اساسي. هي انتوا ما اعرفش ازاي في سنه رابعه، بس المفروض يعني من اول ثالثه وانت شغال ماشين ليرنينج، فانت في كل ماده ماشين ليرنينج بتاخده يعني حاجه بتمشي عليها كتير، فده ماشين ليرنينج بروسيس. نبدا بس من الاول تاني. دكتور احنا ما خدناش ماشين غير في الباترن بس. مفيش انا مش مواد تانية فاهمه، كده انا كده مش هنشيل. فاهمه ده. انا يعني خدت مليون ماده، انا ما اعرفش انا خدت مليون ماده، ممكن بقى عشان ماجستير ولا حاجه، بس خدت مواد كتيره جدا ماشين ليرنينج. يعني الباترن والمالتي ميديا دي مش ماشين ليرنينج؟ لا دي لسه. لا مالتي ميديا مايننج هي الادفانس بتاعت الباترن ريكوجنيشن. يعني لسه في الترم مفيش التاني. ولا ماده حاجه اسمها مره اسمها حاجه نيورال نتورك؟ ما يا دكتور زمان المواد الماشين ليرنينج اللي في اي حاليا كانت موجوده في اي تي، فاحنا عشان بعد ما القسمين انفصلوا عن بعض احنا ما خدناش في الحاجات دي. بس هو يعني انت داخل اي تي ليه؟ عشان الماشين ليرنينج، فاهمني؟ انت داخل اي تي عشان مش... لا يعني هو في نتورك وفي ماشين ليرنينج، بس هو الاثنين دول ما فيش حاجه تانية، فاهمني؟ فكمعلومه عامه يعني انت ايه كده. لكن احنا طبعا حاجاتنا كلها انا من ساعه ما قسم اي اي فتح وما فصلوا بقى معظم مواد الاي اي عن الماشين ليرنينج عامه عن قسم اي تي. بس انتوا اي 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 بتاخد ولا كل اي انواع تي؟ الماشين حاليا. انتوا اي تي؟ احنا اي تي اي تي اي تي بس انتوا عامه لحقتوا نفسكم يعني، انتوا لحقتوا نفسكم عشان لازم تاخدوا ماشين ليرنينج. طيب فدي اي ماشين ليرنينج بروسيس لازم تعمل الحاجات دي. انت من كتر ما انت هتكون بتعمله هيخيل لك ان انت حافظ، اي حد هتكلمه ان انت حافظ ماشين ليرنينج، لان انت دايما بتعمل الخطوات دي، فاهمني؟ يعني لازم يبقى معاك داتا وده تعمل لها بروسيسنج، بعدين تعمل اكستراكشن، بعدين تعمل، فاهم؟ فدي حاجه اساسيه. ممكن بقى تغير اسم الموديل، تغير انت بتعمل كلاسيفيكيشن ريجريشن، بس دايما دول معاك. شوف بس كده كنت قلت ايه اللي هي قلت ماشين ليرنينج تايبس اللي هي سوبرفايزد وان سوبرفايزد وال في سيمي سوبرفايزد. انا فاكره ان انا اثناء ما كنت بشرح ما شرحتهاش، فمش موضوعنا، بس لازم تعرفوا ان هم اربعه خلاص. يعني كفهم ممكن اقولها، بس دلوقتي انتوا عليكم امتحان فانتوا هتتضايقوا، فخليني اقول لكم ان هم اربعه، بس بعدين لو انتوا يو ار انترستد بقولها لكم خلاص عشان تروحوا تذاكروا يعني. طيب ايه هي اسمها الماشين ليرنينج تاسكس؟ بص في تايبس وفي بروسيس وفي تاسكس، الانواع الاربعه اللي قلت عليهم. التاسكس اللي هي دي كلاسيفيكيشن او ريجريشن او كلاسترنج خلاص. اتمنى طبعا نكون فاهمين ايه الفرق بين كلاسيفيكيشن وريجريشن وكلاسترنج. كلاسيفيكيشن بتكلاسيفاي، ريجريشن انت بتعمل يعني ايه، بتبقى عايز تجيب علاقه ما بين الانبوت والاوتبوت، والكلاسترنج انت ما عندكش ليبل خالص، بيبقى عندك حاجه وعايز تقسمهم كده وخلاص، مش عارف بتقسمهم على اساس ايه، بس انت عايز تقسمهم على حسب القريبين من بعض، اللي شبه بعض، اللي حجمهم حجم بعض كده، فانت بتبقى عايز تقسمهم بس، وما انت ما عندكش ليبل، ده كلاسترنج. لما ناخد الالجوريزم بيعمل كده. هخليه مش بيمشي. ايوه طيب دي اللي هي التايب زي ما قلت لك.
الحاجات الاساسيه جدا اللي لازم تعملها كبري بروسيسنج اللي هي اللي انتوا قلتوا عليها داتا كليننج دي، والفيتشر سيلكشن. يعني انت في ستيب هنا من الستيبس اللي هي داتا كليننج او اللي هي دي اسمها داتا يعني يعني عايزين نعمل بروسيسنج على الداتا، بنعمل داتا كليننج وبنعمل فيتشر سيلكشن. فاهمني؟ داتا كليننج اللي قلنا عليها ان انت عايز تشوف الداتا، لو في داتا فاضيه، في صرومه مش كامل بتمليه، داتا مش منطقيه بتحطها بتمليها بشكل منطقي، داتا المفروض تكون اسم دوله وانت حاططها لي مش عارف ايه، حاجه بتقبل مثلا ملو في ملو حطها لي حرف تاني كده. فبتحاول ان انت ايه تعمل داتا كليننج، يعني تعدل الداتا خالص، لان احنا ايه مش وقته، احنا عايزين اصلا نطلع موديل كويس، فالداتا اصلا الغلط، فطبعا يعني احنا كده بنعمل كذا مشكله. فيتشر سيلكشن، انت عندك فيتشرز كتيره وعايز تاخد منهم حاجات صغيره خالص عشان الموديل بتاعك يبقى سيمبل ومور جنرالايزد. كلمه مور جنرالايزد، لو انا بضيع من وقتكم شويه معلش، يعني دلوقتي لو انت مثلا عندك بتعمل موديل عن مستشفى، المستشفى دي بتاعتك اللي انت بتعمل موديل فيها تفاصيل كتير قوي، بنقفل الساعه كام، عندنا كام ممرض، عندنا كذا، السيستم بتاعك، هل كل المستشفيات بتمشي بنفس النظام بتاعك؟ لا. فانت تحاول تجيب الفيتشرز اللي هي جنرال للناس كلها، اسامي عدد الدكاتره، عدد الممرضات، عدد الادوار، عدد كذا، لكن ما تخشيش مثلا في تفاصيل ان احنا بنقفل الساعه كام، بنفتح الساعه كام، وعندنا موظف مش عارفه فين، وله ابن خاله ما اعرفش ايه، يعني فاهم، ملناش في التفاصيل الدقيقه في الفيلد نفسه. حاول تستخدم فيتشرز اقدر اقول عليها جنرال، وبالتالي طبعا هضطر ان انا اعمل فيتشر سيلكشن، يعني هختار الفيتشرز اللي عندي. اتمنى طبعا نبقى عارفين يعني ايه فيتشر، بعيد قوي ان احنا اصلا مش عارفين يعني ايه فيتشر. عارفين يعني ايه فيتشر؟ اقسم بالله يعني انا مش هعلق. عارفين يعني ايه فيتشر؟ الخاصية اللي انا هبدأ اقيس عليها الموديل بتاعي. اللي هو الحاجات اللي بتميز الداتا عن، انا مثلا اقول للتاكس بقول الويزر واقول هلعب ولا لا، فاهمني؟ فالويزر ده هو ده الفيتشر. عايزه مثلا عايزه اعرف سعر المكان، فبقول باخد المساحه، فالمساحه دي الفيتشر، الحاجه اللي على اساسها اللي بتميز الداتا، ولا على اساسها بستخدم بعمل كلاسيفيكيشن. طبعا دي ال الماتيريال دي اللي بعد كده بقى اللي هي بتاع اللي بعدها، السلايد اللي بعدها، انا مرتبهم بشكل كده بحيث ان الالجوريزمز كلها تبقى جنب بعض. كل ده انا ما شرحتوش، شرحت طبعا اكيد البرفورمانس ميجر او ازاي بقدر اقيس. لو انت ريجريشن، انا عندي حاجتين، ريجريشن يا كلاسيفيكيشن. لو انت ريجريشن بتستخدم المين ابسولوت ايرور او المين سكوير ايرور، طبعا في طبعا روت مين سكوير ايرور وحاجات كتيره، وفي ار سكوير، بس خلونا اتنين بس، المين ابسولوت ايرور والمين سكوير ايرور. ده الريجريشن، بتقيس الاكيورسي بتاع السيستم بتاعك ازاي لو الموديل بتاعك ريجريشن بالاثنين دول. بتقيس الاكيورسي بتاعك ازاي لو انت اصلا بتعمل كلاسيفيكيشن، بحاجات كتيره خدنا منها الاكيورسي والايرور ريت والسنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي، خدنا مثال عليه وبعت لكم فايل فيه مثال كمان بحيث طبعا الدنيا تبقى واضحه. ده البتاع التاني، مثال زي كده ممكن يجي، ممكن يجي جدا، يعني ممكن مش ممكن يجي جدا وجاي، بس انا قصدي واضح جدا لدرجه انه ممكن يجي. تحتاج تعرف دلوقتي لما انا باجي اقول كده البتاع اللي هو في التي بي ده، انت فاهمه، انا بفترض ان انا شرحته، بس انت ما جيتش في مره عرفته، يعني ترو بوزيتيف اللي هو ايه، انا اصلا كان عندي المرض وهو عمل بريدكشن ان انا عندي المرض، فيبقى ده ترو بوزيتيف. فايه هو ترو بوزيتيف بالانجليزي بقى؟ ماشي، فتلاقيها مكتوبه هنا، فين ترو بوزيتيف؟ ذا نمبر اوف بوزيتيف كيسز ذات كوركتلي كلاسيفايد باي ذا كلاسيفاير. هي بوزيتيف وكوركتلي كلاسيفايد، يعني هي اصلا المفروض يبقى الشخص ده يس وهو طلعوا لي ان هو يس. ما عنديش مشكله انك تقولها باي طريقه، بس طبعا تكون طريقه مفهومه، يعني خلاص مش فيش حاجه اسمها تحفظ بالظبط، بتبقى عارف ايه الحاجات دي، التي بي والاف ان والتي ان والاف بي ده معناهم ايه، وتعرف تحسب لي اي واحده من الميجرز دي. انا خايفه كنت قلت عليكم، بس هو ده الموضوع يعني. طيب
كان نفسي اكون حاطط الامتحان والله، بس انا ما حطيتهوش، فعشان كده انا عماله اتخيل ايه اللي ممكن اساله في البتاع. طيب اللينير ريجريشن، طبعا احنا كنا ادينا مثال عليه من الاول للاخر، ف يعني ده بالذات ما فيهوش حاجه. اللوجيستيك ريجريشن صعب، صعب يجي عليه مثال محلول من الاول للاخر، لان الفانكشن بتاعته او اسمها ايه اللوس فانكشن بتاعته او الاكتيفيشن فانكشن بتاعته كبير يعني معقده، مش زي كده، مش اكس بلس بي او ده، لا الثانيه فيها اي تو ذا باور مش عارف ايه، فعشان نقعد بقى نحل اي تو ذا باور خلاص. فاللينير ريجريشن ممكن يجي عليه مثال، واللوجيستيك ريجريشن ممكن يجي عليه ام سي كيو، ممكن يجي عليه اي حاجه غير اللي بيبقى مثال. طبعا كنت بعت لكم فايل فيه كومباريزون، كنت بعت لكم فايل فيه كومباريزون، ده حاجه محترمه يعني. بيتهيألي هو لو كنت قريت الكومباريزون يبقى انت كده شو خلاص فهمت اللينير ريجريشن بيعمل ريجريشن، اللينير اللوجيستيك ريجريشن بيعمل كلاسيفيكيشن. مين يا ربي ايه تاني؟ ده بيشتغل على كونتينوس، الليول بتاعه بيكون كونتينوس، ده الليول بتاعه بيكون ديسكريت. اللوس فانكشن هنا بتبقى شكلها على هيئه ايرور، او اللي هي مين سكوير ايرور، يعني حاجه ناقص حاجه سكوير يبقى اسمها مين سكوير ايرور، يبقى اللوس فانكشن بتاع اللينير ريجريشن اسمها مين سكوير ايرور، اللوس فانكشن بتاع اللوجيستيك ريجريشن اسمها ماكسيمم لايكلي. تمام، لازم تبقى عارف مثال من اول للاخر كحل في اللينير ريجريشن، لان انا فاكره ان احنا حلينا عليه. ما فيش حاجه اسمها مثال وخلاص، بس لازم يكون مثال زي ما انتم شايفين كده، يعني له معنى. يعني انا في الاخر عايز اعمل ايه، انا عندي داتا وفي الاخر عايز اقول ان يعني مثلا عندك 100، السعر هنا 135، فهل السعر له علاقه بالمساحه؟ يعني مثلا بيساوي نفس المساحه زائد 35 ولا ايه بالظبط؟ فاهمني؟ فبتقول واي بتساوي اكس زائد 35، يعني فاهم الواي اللي هي 135 بتساوي 100 زائد 35، فانت هل العلاقه اللي جبتها دي صح؟ فاهمني؟ فلو العلاقه دي صح فخلاص، غير كده انا بضطر بقى امشي بالايه، بالطريقه بتاعت اللي هي بعمل انيشال فاليوز، وفي الاخر بفضل اعدل الفاليوز، وبعدين بجيب في الاخر العلاقه الصح. بالنسبه للمثال اتمنى يعني تكون واضحه يعني. طيب معرفش ايه الحاجات التانية. اتمنى طبعا دي اللي تكون ظاهرة اللوجيستيك ريجريشن. طيب بس بقى دي حاجات كتيرة لازم نعرف. طبعا في حاجة اسمها باينري كلاسفاير وحاجة اسمها مالتي كلاس كلاسفاير. باينري كلاس ان انا عندي تو كلاسز بس، مالتي كلاس عندي كلاسز كتيرة. ما اعرفش الشيتنج في ايه، ديسيجن تري. ما انا هقولها تمام. خلاص بنعرف ان في باينري كلاسيفيكيشن. وعلى فكره في حاجه بتشتغل باينري كلاسيفيكيشن، ده الكونفيجن ماتريكس. الكونفيجن ماتريكس لما قلت يس ونو، فاليس ونو دول يعني انا عندي باينري كلاسيفيكيشن. فاهمني؟ ده المثال اللي انا شرحته، وال كل حاجه احنا خدناها بناء على باينري كلاس، ما خدناش كتير احنا. بس ده يعني ايه باينري كلاسيفيكيشن؟ ايه الديسيشن تري؟ طبعا ممكن يجي لك في ام سي كيو تقول ده هي الديسيشن تري، فاهمني؟ تبقى انت عارف ايه الديسيشن تري. دي عباره عن كلاسيفيكيشن الجوريزم، بيستخدم التري ستراكشر، يعني تحاول انت تعمل الدنيا بتاعتك على هيئه تري. التري الحاجات اللي بتتفرع في التري دي عباره عن الفيتشرز، بيبقى في عندك روت وعندك حاجات فين الديسيشن، يبقى عندك في روت وعندك حاجات في النص وعندك ليف. الليف ده في الاخر بيكون هو الديسيشن. يعني انت مثلا لما جينا على المثال ده، المثال ده ده كده كان عندك هنا الليفز اللي هي الحاجات اللي في الاخر اللي هي يس ويس ونو كده، دول دي الليفز اللي هي مش عارفه بيسموها ايه بالعربي، خلاص اللي هي الحراف بتاع الشجره، الورق بتاع الشجره، واللي في النص ده بيكون الفيتشرز. السؤال اللي لو احنا كنا دوسنا في الديسيشن تري هو ان اختار اني فيتشر ابدا بيه. خلاص طبعا احنا قلناها ان احنا بنختار الفيتشر اللي ليها مثلا اللي ليها اهميه او اللي تقدر تاثر في الكلاسيفيكيشن. بنعرف ازاي ان احنا نحسب حاجه اسمها جيني اندكس، بس ما خدناش ازاي نحسب الجيني اندكس. وبالتالي عاده ما هقول لك ابدا بالفيتشر كذا، فاهمني؟ فمش هيبقى الدنيا مفتوحه. بس
دي الديسيجن تري معناها ايه، وان هي ممكن تشتغل باينري كلاسيفيكيشن او اكتر من باينري كلاسيفيكيشن. باينري يعني انت عندك ده يبقى يس او نو ماشي، ده باينري، وممكن يبقى اكتر من حاجه، بس طبعا احنا ما خدنا الباينري بس. اللي بتحط هنا الفيتشرز اللي بتحط على الحرف هي الفاليوز بتاع الفيتشر، الريفاند يس ونو، مارتال ستيتس مارد وديفورس. لو عندك الفيتشر طلعت ارقام، كانت ارقام زي كده، مش هتعرف بقى تقول لما كانت 3 ولا لما كانت 4 ولا لما كانت 5، بتحطها على هيئه رينج خلاص. دي عشان طبعا كل الحاجات دي ما خدناهاش لسه، هناخدها يعني، اتمنى ان احنا ناخدها. هو ليكوا عامه يعني، لو احنا خدناها فانت هتبقى معاك حاجه محترمه يعني. طيب احنا فين دلوقتي؟ الاخر واحد بقى ده اللي هو البيس كلاس خلاص كده. مش عارفه ممكن تساله في ايه تاني مثلا، ده هو البيس كلاس بس. لازم تعرف يعني ايه، مش معقول يعني اسال سؤال يعني ايه بروبيلتي، بس لازم تعرف يعني ايه جوينت بروبيلتي، لازم تعرف يعني ايه ديبندنت واندبندنت ايفنتس، وتعرف يعني ايه مارجنال بروبيلتي. يعني المارجنال ده ما بيعتمدش على يعني اذا بروبابيلتي اوف ان ايفنت ار ريسبكت اوف انذر ايفنت، يعني هو الحدث ده هيحصل هيحصل، ماليش دعوه بقى باي حاجه ثانيه. الجوينت بروبابيلتي ان هو بيبقى فيه ديبندنسي، لا هو جوينت يعني حاجتين، الحاجتين دول يحصلوا مع بعض بحيث ان هم يعتمدوا على بعض، او يحصلوا وما يعتمدوش. لو حصلوا واعتمدوا بنسميها كونديشن بروبابيلتي، لو ما اعتمدوش بيبقوا بس ما بيعتمدوش، ما بنقولش حاجه، بيكونوا اندبندنت خلاص. مثال عظيم جدا، المثال ده خدناه، فبتهيألي ممكن ناخد مثال على ال joint probability. بس بقى هو كده بس خلاص خلاص. طبعا المثال خدنا مثال لل base classifier وخدنا مثال لل naive، الاثنين محترمين والاثنين واضحين وتمام، فأنا أعتقد إن احنا ممكن نجيب حاجة زيهم. هل حد عنده مشكلة أو عنده سؤال؟ ربنا معاكم إن شاء الله يعني، يعني يا جماعة ما تقلقوش، وما فيش يعني ما فيش فايدة هتيجي. ثواني بس قول تاني كده. الامتحان هيجي بنسبة 70% MCQ يعني و30% practical؟ لا مش 70% MCQ، هيبقى فيه MCQ، مش اللي مش مين فيهم ليه ريت أعلى، هيبقى فيه MCQ. وفي العادي ما اعتقدش ان MCQ بيكون له ريت يعني 10 و10، يبقى صعب قوي يعني صعب، فاهمني؟ بتهيألي يعني ممكن يبقى ليه ريت، ممكن معرفش، بس يعني ممكن 8 لو انتوا عايزين، لكن هو مش معقولة يكون 70%. 70% دي لا لا لا، هو يعني دخل 5. بص عايزاكم بس فاهمني، انا خارجة من جامعة القاهرة وشايفة كل اللي انتوا شفتوه فاهمني، فانا مش هعمل اللي كان بيتعمل خالص، ما اعرفش ازاي انا بسجل وكده، فانا ومش هيحصل خلاص ناخد درجات من غير ما نمتحن. لا لا لا، هي مش كده، مش للدرجات دي، لا انا عندي سؤال عندي اجابه، مفيش حاجه اسمها احنا عايزين نخترع الذره فاهمني، لان ما ينفعش نخترع الذره وانت مش مديني الذره اصلا، يعني مش مديني حاجه. فاللي احنا عارفين انا عندي حاجه بحلها، عندي كذا، عندي لاب بعمله، عندي كذا، يعني ما ينفعش اطلب منك بروجكت وانت ما خدتش حاجه خالص، انت فاهم حاجه يعني. فانا مش في العموم يعني مش هيبقى فيه فايده من الدكتور ان الطلبه تسقط، فاهم حاجه يعني، انا مش هستفاد حاجه لما انتوا تسقطوا، بالعكس انا هتضر يعني، انا بالمنطق مش اكيد المشكله فيا انا فاهمني. فطبعا الدنيا هتبقى تمام، وحاول الدنيا تكون منتظمه ومنضبطه، وعشان كده قلت طبعا اللابات يكون فيها حاجات تكون الدنيا التوبكس خدتوها تاني، فما تقلقوش وان شاء الله خير يعني. طبعا هو الجزء بتاع اللاب داخل معنا، الجزء بتاع اللاب لا يعني لا، هو مش الجزء بتاع اللاب، انا اتعمدت ان اللاب نشرح فيه اللوجيستيك ريجريشن واللينير ريجريشن والديسيجن تري، بحيث ان انت تكون سمعتها مرتين فاهم حاجه، يعني تكونوا سمعتوا الحاجه تاني. تمام، بس مش هيجي احنا واحنا بنذاكر، احنا بنذاكر المحاضرات، بتذاكر واحنا بنذاكر بنذاكر المحاضرات دي اهم حاجه. العملي لحد ليكتشر رقم 4 صح؟ لا انت خش على الدرايف بقى، و يعني لو اعرف اعمل شيرنج للدرايف ما اعرفش الدرايف ما اعرفش كل الحاجات الموجوده في الدرايف بتاعت الليكتشر صح؟ بص انا عامه عندي الدرايف، انا بص هتلاقي في محاضره اسمها ليكتشر 1 2 3 1 2 3، دي معانا اكيد 4 بقى اول 2، بس انا عامله 4 دي كذا حاجه، 4 1 2 و3، هيبقى 3 معانا صحيح، 4 1 2 و3
فاهم؟ يعني في ليكتشر 1 اي اي ابلكيشنز دي معانا، ليكتشر 2 انترو تو ماشين ليرنينج دي معانا، تمام، ليكتشر 3 ماشين ليرنينج ايشوز 1 و 2 معانا، 1 و 2 و 3 معانا، تمام. رقم 3 تمام، ايه اللي رقم 3 يعني تمام صح تمام ايوه ليكتشر 3 يعني رقم 3 ماشي ماشي ليكتشر ليكتشر 4 ثواني بس، ليكتشر 4 ماشين ليرنينج الجوريزمز 1 و 2 و 3 بس هتلاحظ في الالجوريزم كده كل نعم كده كل الموجود في الدرايف ما انا عارف ما انا عارف بس هو ثواني بس ليكتشر 4 ماشين ليرنينج 2 هتلاقي فيها اس بي ان ان والحاجات دي طبعا مش معانا. ماشين ليرنينج 3 هتلاقي فيها النايف بيز، نايف بيز مش معانا بس تمام ماشي. انا بتهيالي يعني انتوا لو شفتوا التسجيل انا يعني هو ده كده خلاص يعني اتمنى طبعا يعني ايه ان انتوا تكونوا يعني زي ما انا بساعدكم تبقوا انتوا محترمين وتيجي ملتزمين دي تبقى جميله فمني عشان ايه تبقى حاجه محترمه يعني. وده كورس على فكره مهم جدا يعني ليك انت لما تخرج فاهم حاجه محترمه جدا يعني تبقى عارف مش هتقدر. تمام تمام. هو دكتور معلش بس اخر سؤال، حضرتك بس هترفع الريكورد، حضرتك هترفع الريكورد صح؟ الريكورد بتاع الليكتشر ديت ارفع عشان بس لو حد عايز يراجع على حاجه ارفع اللي انا لسه قايله دلوقتي كله. طيب تمام شكرا لك. ياخد وقته بقى. تمام ماشي.